بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، نكمل ما تبقى لنا في سورة المؤمنون وهي من الآية 51 للآية 61. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. موضوع الآيات صفات أخرى للمؤمنين. الآن نأتي لمعاني الكلمات. الكلمة الأولى أمتكم، أي بمعنى دينكم، زبرا أي بمعنى شيعا وأحزابا، غمرتهم أي بمعنى ضلالتهم وجهلهم. هذه الآيات نستفيد منها أن أكل الحرام أكل الحلال عون على العمل الصالح، وعاقبة الحرام وخيمة، ومنها رد الدعاء، أي بمعنى أي دعاء تدعيه فهو رد ولا يستجاب لا. أيضا دين الأنبياء واعتقادهم واحد لا يختلف، وإنما تختلف شرائعهم. أيضا ومن فوائد هذه الآيات أن التحذير من التفرق في الدين، ينزل الله العذاب بغتة على الجاحدين للحق المخالفين للرسل جزاء لهم على سوء صنيعهم. أيضا أن أعظم الفتن فتنة الاستدراج، وهي أن يغدق الله على العبد النعم وهو مقيم على المعاصي، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمهل هذا العبد ولكنه يأتي عليه الموت أو تأتي عليه اللحظة وهو في فعله لهذه المعاصي أو وهو مقيم عليه ثم يأخذه بغتة. أيضا ومما نستفيد منها في هذه الآيات الخوف من الله والإشفاق من عذابه، من أجل أوصاف المتقين وأعظم ما يعين على المسارعة في الخيرات. أيضا كل عمل يعمله المؤمن ينبغي أن يقترن بخوفه أن يرد عليه عمله وألا يقبل منه. أيضا المسارعة في الخيرات طريقة الصالحين من عباد الله. أيضا من الآثار السلوكية التي نتقيد بها أكل الطيبات، وأن يبتعد الإنسان عن المحرمات والشبهات حتى نرضي الله عز وجل وأن يستجيب لنا دعاءنا. فإذا كفر الإنسان على المعاصي والذنوب لم يستجب دعاؤه، لأنه لم يخلص نيته مع الله عز وجل. ثانيا أن أمتثل لصفات المؤمنين في نفسي وأن أتقيد بهذه الصفات وأن أتحلى بها. وبهذا ننتهي من هذه الآيات ونكمل ما تبقى لنا في سورة المؤمنون، وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد.